السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين في احوال جيده. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، الفيديو اللي غيعتق الناس اللي كيبريباري المباراه التعليم سورتو يعني التعليم الابتدائي الجداد النموذجيه او النمطيه للظواهر اللغويه. كنهضروا على الصرف والتحويل التراكيب والاملاء الجداد اللي غتقدروا تطبقوا على جميع المستويات. طبعا كنهضروا على التراكيب والصرف والتحويل والاملاء، كنهضروا سورتو على المستوى الرابع والخامس والسادس. دونك من خلال لي كومونتير اللي كنقرا سوغ فيسبوك ولا ميساج اللي كيوصلوني في الانستغرام، كنشوف بزاف الناس واحلين في البريباراسيون مباراة التعليم خصوصا في العربيه. يعني طبعا كاين بزاف المكونات وبزاف الدروس وما عارفينش كيفاش يخدموا هادشي هذا كامل. هاد الفيديو خدا لي شويه الوقت انني نجمع شويه من هنا شويه من هنا باش نخرج لكم بواحد الجداده اللي تكون بارفيت وسهله، و يعني ما داخلكمش بزاف الوقت. غتحفظوا واحدة غتطبقوا على ديك شي كامل. خليكم معي حتى الاخر وبحال ديما سجلوا اي حاجة كنقولها. اول حاجه خصنا نعرفوها هو ان هذا الصرف والتحويل والتراكيب والاملاء يعني الجداد ديالهم كتكون او كيتعادلوا هاد لي سيونس بجوج الحصص، الحصه الاولى والحصه الثانيه. انا عملت لكم الحصص بجوج شنو كيتعدل فيهم، يعني صوف الامتحان طيحوا لكم الاولى ولا الثانيه غتكونوا ضابطينها. المهم نبداو دابا بالحصه الاولى كيفاش كتنزل الجداد ديالها. نبداو اول حاجه كيكون مكتوب فوق طبعا العناوين بحال اللي كنت لكم في جداد اللغه الفرنسيه، غير دابا هادشي مترجم باللغه العربيه. فوقي يعني كنعرفوا شنو المستوى عندنا، شمن دارس الاهداف ديالنا، عاد كنهبطوا ديك لو طابلو اللي كينظم لي المراحل تقديم الدرس. نبداو دابا كيف ما كتشوفوا معايا المستوى، على حسب هما شمن المستوى يحددوا لكم غتكتبوا تما المستوى جوج النقاط، وشمن المستوى هما قالوا لكم الوحده. يعني هاد الدرس هذا شمن وحده جا، واش الوحده الاولى وما كاين ست الوحدات، على حسب هما شنو غيقولوا لكم. انت تحت المكون كنقصدوا بالمكون يعني واش الصرف والتحويل ولا التراكيب ولا الاملاء، على حسب هما شنو غيقول لكم غتكتبوا تما. الوسائل، هاد الوسائل اللي كتبت لكم هنايا غتطبقوهم على جميع المواد سواء الرياضيات او النشاط العلمي او اللغه العربيه. مهم هاد الوسائل هذا كتبوا هادي يعني كتبوها في كلش. عندنا كتاب التلميذ، السبوره، صور او بطاقات، موارد رقميه. في الجهه المقابله عندنا الدرس، على حسب الدرس شمن عنوان هما غيقول لكم واش الحال واش النواصيغ الفعليه والحرفيه واش التمييز، على حسب الدرس اللي غنقول لكم هما. كاندونيا غيقول لكم الدرس هاك درس واحد غيقول لكم عدد الجداد ديالو، اي اما غيعطيكم الاختيارات شمن درس تختاروا بيناتهم. المهم على حسب نتوما نشوفوا شنو غتعدلوا. نتاحت عندنا صيغ العمل، حتى صيغ العمل غتعدلوها عاود في جميع يعني الدروس. عندنا عمل فردي تحت منه عمل تفاعلي في مجموعات، مراها الاهداف، جميع الجدادات او مي كنجيو بريزونتي شي درس ضروري يكون عندنا الاهداف اللي خصنا نخرجوهم تخرجوا بهم في الاخر ديال السيونس. ونفس الشيء عندنا هنا الاهداف، اول حاجه غتعدلوها هي التعرف على، مثلا كان عندنا الدرس ديال التمييز الملحوظ والملفوظ غنقولوا التعرف على درس التمييز او لا على مفهوم التمييز الملحوظ والملفوظ. كان عندنا مثلا النواصيغ الفعليه والحرفيه غنقولوا التعرف على درس او لا على مفهوم النواصيغ الفعليه والحرفيه. المهم فهمتوني شنو بغيت نقول. تحت منا تمييز الظاهره داخل النصوص المسموعه والمقروءه، حتى هي غتكتبوها في كل شيء. توظيف الظاهره اثناء الكتابه والتعبير، حفظوا هادشي هذا باش نزلوه كيف ما انا كتبه لكم. بغارطه غتعدلوا عندكم تما رقم الجداده، يعني اختاروا نتوما الرقم اللي بغيتوا شمن رقم جات هاد الجداده هادي، عدلوا اي رقم بغيتوه. تحت منه عندنا المده، يعني المده اللي غتقدم فيها هاد الدرس هذا. الا ما عطاو لكم شي هما المده عدلوا 30 دقيقه، حتى غالبا نرجعوا دابا الدروس كيتقدموا في 30 دقيقه. تحت منها عندنا الحصه، غتعدلوا الحصه الاولى حتى هاد الجداده الحصه الاولى. دابا ندوزو يعني الجدول اللي كينظم لي المراحل ديال الجداده. دابا ندوزو لو طابلو اللي كينظم لي الجداده ديالي الحصه الاولى، كيكون فيه جوج الخانات، الخانه الاولى المراحل والخانه الثانيه الانشطه التعليميه التعلميه. في المراحل ديال الحصه الاولى كيكون ثلاثه المراحل، التهيئه للحصه. طبعا الاستاذ ميمكنش يجي بريزونتي لا لوسون ديالو هكا نيشان، خاصو ضروري يهيئ المتعلمين. المرحله الثانيه الاحظ واكتشف، دونك هنا البروفيسور كيمر انه يكتب باغ اكزومبل دي زيكزومبل سور لو طابلو، وكي يعني كيبدا يطرح الاسئله للمتعلمين ديالو باش يكتشفوا الظاهره
اللغويه ديالنا. موراها عندنا استنتج، صافي مادام لاحظنا الظاهره والفهموا المتعلمين الدرس كنستنتجوا القاعده وكنكتبوها. دابا نشوفوا المرحله الاولى، اتهيئوا للحصه، هاكم سجلوا معايا هادشي هذا كيف ما انا كتبه باش ان شاء الله ميطيح لكم جداد هاد صافو التحويل والتراكم والاملاء تنزلوها كيف ما هي. وما تحلوشي ما كتكونوا حافظين الحاجه وضبطينها، يعني باش ما تضيعوش الوقت وما عارفين كيكون بزاف الحاجات خاصكم تجاوبوا عليها. مادام انا سهلت عليكم في هاد الجداده هادي دوزوا حاجه اخرى، يعني حفظوها مزيان وباش دوزوا حاجه اخرى. المهم الأنشطة التعليمية التعلمية في هذه المرحلة الأولى، تهيئ المتعلمين بطرح أسئلة مرتبطة بالتعلمات السابقة، مثل دابا مثلا حنا عندنا الدرس تمييز الملحوظ والملفوظ. قبل ما نبدا الدرس نشرحوا المتعلمين خاصني نشوف نفكرهم بالدرس السابق. نختار مثلا الحال، نقول لهم ما هو الحال، ما هي أنواع الحال، إيتي بجملة تتضمن الحال. إذا على حسب أنتم اختاروا اي درس بغيتوا غتفكروهم به. ولكن حاجه اخرى ردوا البال عليها، مثلا احنا عندنا التمييز الملحوظ والملفوظ انا عامله جداد التراكيب، غنفكرهم بشي درس التراكيب داز، ماشي مثلا انا عندي هنايا جداد التراكيب غنفكرهم بالدرس الاملاء. نو يعني على حسب المكون اللي عندي. نتمنى تكونوا فهمتوني. كانت عندكم جداد الاملاء، عندكم الدرس الهمزة القطع وهمزة الوصل، أتفكرهم مثلا بالدرس د التاء المربوطة والمبسوطة. ماشي ضروري تكونوا حافظين الدروس بالتركيب توما تعادلوا الدرس اللي طاح لكم في بالكم وصافي، ولكن حاولوا أنكم تعرفوا بعض الدروس د الصرف والتحويل، بعض الدروس د التراكيب، بعض دروس الإملاء د الخامس والسادس د الرابع وصافي، غير رجعوا واحد ثلاثة 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 الدروس وصافي. المهم سالينا من اتهيئوا للحصه ونتمنى تكونوا فهمتوني، وهاد حاولوا ما تنساوش انكم تكتبوها حيت مصحح ما يكون كيصحح لكم هادشي غير رد البال. وهذه نقطه ايجابيه انكم ما بديتوش، واخا يعني ماشي اساسيده باقي ما بديتوش تمارسوا المهنه، ولكن عارفين باللي ما كنبداوش نيشان الدرس حتى كنهيئوا المتعلمين للحصه. مزيان دابا ندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي الاحظ واكتشف. دابا يحفز الأستاذ المتعلمين على ملاحظة الكلمات المكتوبة بلون مغاير. مادام قلت هذه الجملة إذا خاصني نكتب ديزيكزومبل، سواء مثلا جوج الجمل أو ثلاثة. أنا اخترت هنايا الدرس التمييز الملفوظ والملحوظ كيف ما قلت لكم، ثلاثة الجمل اللي عندي. أكل الحصان حفنة شعيرا، اشتريت كيلوغراما تمرا، فارس أكثر اجتهادا من أخيه. دونك نتوما على حسب الدرس اللغوي او الظاهره اللغويه اللي عندكم غتكتبوا الامثله. هذه طبعا ما نقدرش انا يعني نجيبها من راسي، انا كنعاونكم بالجمل اللي صالحين كل شيء، ولكن الامثله على حسب الدرس اللي غيطلبوا منكم، يعني ما كتبقى لكم شي حاجه صعيبه. مورها اختاروا بعض المتعلمين لقراءه الكلمات التي كتبت بلون مغاير و تعرفي نوعها. هاد الجملة غتكتبوها كيف ما أنا كتبت لكم، يعني المتعلمين خاصهم تختار شي أليطوامو مثلا شي متعلمين يقراو لي الكلمات اللي مكتوبة بلون مغاير ويقول لي النوع ديالها، واش هي مذكر واش مؤنث إلى آخره. وراها وضحوا إذا كان بالإمكان تمييز المقصود. إذا وقفنا عند أكل الحصان حفنة، ثم شنو تحفظوا حد عنده، يعني أنا مثلا هنايا عندي الدرس اللي خاصني يفهم هو هذاك اللي أنا كاتبه بلون مغاير، شاعرا تمرا اجتهادا. قلت مثلا تعتبروا أن ديك في الجملة الأولى شاعرا ما كيناش، أكل الحصان حفنة، واش كنقول للتلاميذ واش غيفهموا المقصود من الجملة إلا مسحت لهم ديك شاعرا، يعني غادي نرجع للجملة أكل الحصان حفنة، حفنة من ماذا؟ يعني هنايا نتوما غتكتبوها عاود على حسب الدرس ديالكم. هاد مثلا عندكم الحال، مثلا دخل الطبيب مبتسما، غتزولو لهم ديك مبتسما غتقولوا دخل الطبيب، واش هاد الجمله هادي كافيه؟ لا ما كافياش حيت ناقصه واحد الحال من موراها، الحاله ديك الطبيب. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. موراها كاين أبرزوا خصوصيات الكلمات المكتوبة بلون مغاير، أهي نكرة أم معرفة؟ هذه كتبوها في جميع يعني الدروس. أذكروا نوع، أنا سطرت لكم هذاك المميز في كل من الجمل التالية. نتوما غتكتبوا الدرس اللي عندكم، أذكر نوع الحال في كل من الجمل التانية أو أي درس آخر.
أطلب من المتعلمين المقارنة بين كان أنا هنا التمييز الملحوظ والملفوظ، نقول لهم يقارنوني بين التمييز الملحوظ والملفوظ أو بين المميز والتمييز. أنتم عندكم الحال أنهم يقارنوا بين الحال مفرد، الحال جملة اسمية، حال جملة فعلية. كان عندي النواسق الفعلية والنواسق الحرفية، أنهم يميزوا لي بين التغيرات التي تطرأ على يعني على الكلمات أو الاسم والخبر دو النواسق الفعلية أو الاسم والخبر دو النواسق الفعلية. حاجة سهلة. انا باقا عاقله قبل ما يكون يعني كنوجد مباراه التعليم بيدي، كنت كنقول ما يمكنش يوجد واحده نطبقها على الدروس كاملين، ضروري يقدر ما يطيح لي شي ايميتير في راسي ولا كنت دهشانه هيدا بيدي، كنت كنقول صعيب. ولكن ملي كتنزل امام الورقه الامتحان صاف بالزمنك كتعصر داك المخ. وانا قلت لكم راه كيساعدوكم، يا اما كيعطيوكم ديسيني على الدرس، يا اما هما كيعطيوكم امثله، يا اما كيعطيوكم هما نصوا فيه ديك الدرس. المهم راه والله ما تخافوا، راه كنحاول يعني انني نقول لكم باللي ما تخافوش، حيت الا خافتوا ودهشتوا هذاك هو اللي غيرون الدنيا. المهم دابا صافي سالينا مع هاد الاحد واكتشف، انتما كتشوفوا جوج المراحل ساليناهم ساهلين. دابا ندوز نستنتج، اساعد المتعلمين على استنتاج القاعده واكتبها على السبوره، هذه غتكتبوها. أطلب من المتعلمين التناوب على ترديد القاعدة مع الاستعانة بأنشطة أطبق، يتم التصحيح جماعيا ثم فرديا، يسجل الأستاذ أسماء المتعثرين في هذه الحصة والصعوبات التي رصدها من أجل معالجتها في الحصص المقبلة. طبعا في أي حصة كيكون مثلا تلامذ فهموا مزيان، وكيكونوا شي تلاميذ يعني متعثرين وجدوا صعوبة مثلا في فهم الدرس، انا كتكون عندي غير 30 دقيقه باش نقدم ديك الدرس، ما يمكنش يعني ندوز نبقى واقفه كنشرح عند المتعلمين ومشاو لي الحصص اخرين. كنسجل الصعوبات اللي عندهم ولا الاسماء التلاميذ اللي عندهم متعثرين، وفي الحصه الدعم او في الحصه المقبله كنخرج واحد الوقيته باش كنشرح لهم مزيان. هذه هي جدده ديالنا دي الحصه الاولى، دي الصرف والتحويل والتراكيب والاملاء، راه سهله بزاف. ثم شفتوا كيبقى لكم انا مثلكم يعني جدد اللي ما عندكم ما تبدلوا فيها، شنو الا لاحظتوا معايا شنو غتبدلوا؟ ديك ان اتهيئوا للحصه غتختاروا شي درس سابق تطرحوا عليه اسئله. لاحظوا معايا في الاحظ واكتشف، عندكم يعني في الخطوه الاولى غتجيبوا شي امثله من راسكم، من موراها كل شيء يعني غتحفظوه، واستنتج كل شيء غتحفظوه، يعني بقاو لكم غير جوج الحاجات ثم تجيبوها من راسكم، راه ما كاينش شي حاجه كنظن اسهل من هيدا. كنت غنعدل لكم الحصه الثانيه حتى الفيديو المقبل، حتى جا لي الفيديو شويه طويل، ولكن من الاحسن نعدل لكم كنظن دابا باش نراجعوا مره واحده شحال ما ربحتوا الوقت شحال ما مزيان. المهم دابا وقفوا الفيديو، سجلوا بعد الجداد الحصه الاولى وندوزوا دابا جداد الحصه الثانيه. طبعا كتبدل غير الحصه، كانت عندنا في الجداد الاولى الحصه واحد، دابا غتبدلوها بالحصه جوج، وكيبقى نفس الشيء، المستوى الدرس وكل شيء كيبقى هو نيتو، لو طابلو كيبقى هو نيتو، المراحل الانشطه التعليميه التعلميه شنو كيختلفوا الخطوات او المراحل. كانوا عندي مراحل في شكل، دابا عندي مراحل في شكل. في الحصه الثانيه كيكون عندي تمهيد تثبيت وتطبيق، وكتكون عندي تقويم ودعم، ماشي بحال المراحل الحصه الاولى. ولكن انا كتجيني حصه يعني الحصه الثانيه في الجداد كتكون اسهل، ما فيها يعني كلشي خصكم تحفظوه وصاف. نبداو بالخطوه او المرحله الاولى، تمهيد. كنقول استهل درسي باستدراج المتعلمين الى استرجاع الظاهره المدروسه في الحصه السابقه عن طريق اسئله مثل، عاود نفس الشيء كنفكرهم بالحصه الاولى شنو كان فيها، وكنطرح عليهم مثلا جوج ولا ثلاثه ديال الاسئله على حسب الدرس ديالي. مثلا كنقول لهم انا كان عندي التمييز الملحوظ والملفوظ، نقول لهم عطوني ايتي بجمله تتضمن تمييزا ملحوظا الى اخره. او مثلا نقول لهم نعطيهم انا امثله في السبوره، ونقول لهم نوض مثلا سطر لي على التمييز، دوار على المميز، بحال هادشي هذا. دابا ندوزو تثبيت وتطبيق. أنجز مع المتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة المدروسة تثبيتا للقاعدة المستخلصة، يعني كنخدم معهم تمارين أو مثلا أنشطة باش ديك القاعدة اللي استخلصناها يعني يزيدوا يثبتوها في الدماغ ديالهم مزيان. ثاني خطوة،
اختار من بين أنشطة التطبيق الموجودة في كتاب المتعلم ما أراه مناسبا، ويمكنني إضافة أنشطة أخرى لتعزيز مكتسباتهم، ثم يتم التصحيح على السبورة ثم على الدفاتر. سمحوا لي هذيك الجملة شوية ملصقة حتى كنت نسيتها وعاد رجعت كتبتها. إذن قلنا أنني كنختار مع المتعلم شي أنشطة كاينة في الكتاب، ويمكن لي نضيف أنشطة أخرى باش يزيدوا يفهموا الدرس، ثم يتم التصحيح، كنصحوا على السبورة جماعة، من بعد كينقلوا التصحيح باللون يعني بالستيلو خضر في الدفتر ديالو. انا علاش كنحاول انني نقرا الجمله ومن بعد نعود لكم بالدارجه باش شويه داك الشيء يدخل لكم في الدماغ ديالكم مزيان. انا ملي كنت كنراجع المباراه التعليم الصراحه ما حفظتش الجمله كيف ما هي، كنت كنحاول نفهم، كان ديما تاع الجمل اللي جاوني شويه صعابه ما نقدرش نعقل عليهم كنحفظهم. والحاجه اللي كتجيني سهله بحال مثلا اختار بين انشطه التطبيق الموجوده في كتاب المتعلم الى اخره، والتصحيح في السبوره ثم الدفاتر، غير كنعقل على الكونسيبت. من بعد ملي كنوصل يعني للامتحان كان ديك الجمله كنحاولها بالطريقه ديالي وصافي، ماشي شي حاجه صعيبه. يعني الخطوة الثالثة، أحرص على جعل المتعلمين يستثمرون القاعدة بشكل سهل وسلس عن طريق توظيف الظاهرة في جمل وشفهيا. يعني هنايا باش نزيد نتأكد أن التلاميذ يعني فهموا مزيان، كنحاول نقول لهم يعطوني شي جملة من راسهم فيها هذه الظاهرة هذه، أو يكتبوا لي شي جمل أو شفويا، المهم باش يزيدوا يفهموا او يثبتوا المفهوم ديال الدرس مزيان في الدماغ ديالهم. دابا ندوزو اخر خطوه في الجدد ديالنا الحصه الثانيه، عندنا التقويم والدعم. في نهايه الدرس يكون المتعلمون قد حققوا الاهداف المسطره. يعني هنايا كنتاكد واش تلامت فهموا لي هادشي، هذا تعرفوا الظاهره وميزوها داخل النصوص المقروءه والمسموعه. يعني انا مثلا غنعطيهم شي نص نقول لهم سطروا لي على التمييز الملحوظ والمرفوض، خاصهم يعرفوها فين هو. او مثلا نقرا لهم نص شفويا ونقول لهم فين هو هنايا التمييز الملحوظ والمرفوض، خاصهم يعرفوا، او فين هو التمييز، فين هو المميز. استعملوها في تواصلهم الشفهي والكتابي. هادوم هما الخطوات اللي عندي. فوالا، هكذا غنكونوا سالينا الجدادة النموذجية أو النمطية الظواهر اللغوية، الصرف والتحويل، التراكيب، الإملاء، يعني جميع المكونات، عفوا جميع الدروس وجميع يعني المستويات. ما كنظنش كيف ما كنقول لكم كاين شي حاجة سهلة أكثر من هيدا، حيت انا ملي كنت كنبريباري المباراه التعليم كنت كنتمنى شي حاجه نجبرها سهله بحال هكذا، ما كنتش كنجبر، كنت كنجبر غير ديك المصطلحات او جدادة مكتوبه يعني صعيبه، شي مصطلحات باللغه العربيه اللي ما نعقلش عليهم في الامتحان، خاصني غير شي حاجه سهله. اليوم يعني انا حاسه بكم، وهاد الجدادات شويه ديت من الانترنت، شويه يعني مديت من المراجع طبعا اللغه العربيه الاستاذ، وشويه جبت لكم جمل هكا من راسي، حاولت نقرا داك الشيء ونلخصو او نغيره بالطريقه ديالي باش نسهل عليكم. نتمنى نكون فدتكم. اللي عنده شي سؤال يدخل يكتبوا لي في لي كومونتير وغنجاوبكم ان شاء الله. وهكا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتمنى يكون عجبكم، وتهلاو فراسكم بزاف، وبونكوراج.